السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله باذن الله. غادي نقدم لكم سفوف او زميطه او سلو اني بطريقه بسيطه. ولا كنتي اول مره تشاهدي القناه ديالي كنقول لك مرحبا بك والف مرحبا. ولا ما عمرك ما جربتي السفوف او الزميطه جربي طريقتي وردي عليا الخبر، صدقوني انه كيجي بنين وبطريقه مبسطه وسهله باذن الله. يكفي انك تشاهدي الفيديو من الاول حتى الاخر، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لاول حاجه كنبدا بها طبيعه الحال هو الزنجلان، الزنجلان اللي كياخذ شويه ديال الوقت. بالنسبه للزنجلان انا عندي كيلو ديال الزنجلان هنا، فقط نص كيلو غسلت نص كيلو بنص كيلو باش ما يغلبنيش، نص كيلو غسلته مزيان من بعد درته في هذه الصفايه يعني تقطر مزيان من الماء. من بعد درته في واحد البلاطو فرش فيه بلاطو فرش فيه البابي ابسوربون اساسميه. درت داك الزنجلان ديالي وخليته مزيان ينشف لي من الماء، هذه المرحله الاولى اللي بديت بها يعني بهذه الطريقه دغيا كينشف لي بالماء. وهذا النهار اللي كنت غادي نوجد فيه السفوف ديالي ولا الزميطه كانت عندنا الحراره، يعني بديت بهذه المرحله هي الاولى الصباح، وفي العشيه كملته يلا بعد ما نشف لي مزيان ونقيته مزيان ومن بعد حمرته. في الفيديو غنوريكم كي درت حمرته. كما قلت لكم درت هنا نص كيلو ونص كيلو بنفس الطريقه. في العشيه دوس كنحمر الدقيق ديالي، يعني في نفس النهار وجدت فيه الزميطه كامله. بالنسبه للدقيق هنا خديت كيلو في كيلو، يعني غادي نخدم بجوج كيلو الدقيق. انا خديت الدقيق الابيض، ممكن كذلك نديرو الزرع الا بغينا. المره الجايه ان شاء الله نشارك معكم الزرع باذن الله السنه المقبله الى بقينا في الحياه باذن الله، ونشارك معكم السفوف الصحي. بالنسبه للدقيق نصيحه اللي نقدم لكم، انا درتو في كوكوت، يعني في كوكوت يستحسن تكون شويه ثقيله، ممكن كذلك نديرو في الفران او كذلك نديرو فوق الطاجين. بالنسبه للنار خاصها تكون متوسطه، ودائما نخدمو ملعقه خشبيه، ومره مره كنبقى نحركو لحقاش هو كيبقى يتكور. وفي حاله ما الى غلب لكم يعني الكيلو ديال الدقيق خدمو بربعه بربعه، لحقاش في الاخر انا نقصت يلا درت الربعه دغيا كيتحمر لي بسرعه. من بعد ما تحمر لي الدقيق ناخذو معايا اللون ديالو اللي كياخذو، غادي نحطو على جنب، يعني غادي نديرو في واحد فقصة ونخليه يبرد. حتى يبرد عاد ان شاء الله غادي نصفيه، غادي باذن الله نصفيه. في نفس الوقت دوش كنحمر الزنجلان. بالنسبه للزنجلان كما قلت لكم انا غسلته الصباح حتى العشيه عاد كي حمرتو نقيته، يعني حنا عندنا تبارك الله ما فيه حتى شي حاجه، ولكن كوميم راني نقيته ما فيه حتى شي حاجه. من بعد حمرته في مقله، ومره مره كنبقى نحرك. انا خدمت هنا بنص كيلو بنص كيلو حتى وجدت لي الكميه كامله، ودائما كنخدمو بالملعقه الخشبيه يستحسن. بعد ما يتحمر لي حتى هو غادي نحطو ان شاء الله على جنب. بالنسبه لكم الا كان عندكم زنجلان فيه الاوساخ بزاف يستحسن ديرو نهار قبل، يعني بحال كنغسلو نهار قبل ونقيه من بعد عاد نخليه نحمره باش ما يغلبنيش. سطو الزنجلان الا كان فيه الوسخ بزاف كيعذب، مي هنا الحمد لله ما عندناش فيه الاوسخ. لاحظوا معايا بعد ما درت الكميه درتها في الطبسيل بعد ما تحمرات. بالنسبه للوز انا كناخذو هكا شريتو جاهز، والزيت غادي نستعمل تقريبا يوتر ونص، يعني تقريبا عندي 1 لتر خدمي. خديت هنا واحد الطاوه ودرت فيها هاد الشبكه، يعني فخيتوز ممكن نديرو طاوه عاديه لا ما كانش عندنا هاد الشبكه، ولكن الشبكه كتسهلنا تسهلنا دغيا كنديبلاسيو اللوز بعد ما كيتحمر. لا ما كيتحمر. هنا درت كيلو ديال اللوز يعني كامله. بالنسبه للزيت درت 1 لتر ما كفاتنيش، دونك زدت 1 لتر خدمي، دونك الزيت تبقى ما بين يطرو ونص حتى لجوج يطرو على حسب الكميه ديال اللوز. يعني ضروري اللوز خصو يتغطى لنا بالزيت باش هكا كياخذ الوقت ديالو التحمر. لاحظوا معايا مره مره، يعني ضروري من هذه المرحله مره مره بقى نحركو فيه ولاستيس باش يجينا اللوز طايب ومحمر مزيان. دائما كنخدمو اللوز بالزيت بارده، مع عمره ما كنسخنو الزيت عاد عاد كنحطو اللوز، لا كنحط اللوز في الزيت بارده ومن بعد عاد كنشعل عليها النار، ومره مره كنبقى نحرك حتى ياخذ لي داك اللون الذهبي، فقط اللون الذهبي. قشوه من بعد ملي كنحيدو من الزيت راه كيكمل داك الحراره ديالو، يعني كيزيد يتحمر. هذه نصيحه كنقدمها لكم باش كيجينا اللوز طايب من الداخل ومقرمل بداك الشكل اللي كنبغيوه. يعني كنحاول نشارك معكم جميع الاسرار اللي كنعرف. لاحظوا معايا هنايا راه غادي يتحمر لي مزيان، هي مع الاضاءه راه ما باينش.
ولا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي كنقول لك مرحبا بك، الف مرحبا. ما تبخليش عليا بالضغط على ابوني او سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ولا عجبك الفيديو بطبيعه الحال ديال اليوم واستفدتي معايا، ما تبخليش عليا بلا لايك ديالكم. داك المرحله اللي حيدت فيها اللوز، هنا كنوريكم السفوف ولا كنوريكم الدقيق ديالي الابيض، يعني بعد ما حمرته هذا هو اللون الذهبي اللي كنحصلوا عليه، ما كنحرقوش. من بعد ما برد لي انا خديت غربال كما كنوريكم وغربلته مزيان، وداك الباقي ديال الدقيق اللي تيكون الكويرات انا حيدته، يعني ما تنخدمش به. لاحظوا معايا ان راه هذه المرحله راه برد لي، انا درته في القصه. هنا 2 كيلو ديال الدقيق، طبيعه الحال ما كتبقاش 2 كيلو كامله، تتكون ناقصه. بالنسبه للزنجلان انا عندي نص كيلو في نص كيلو، هنا قسمته على 2، نص كيلو في نص كيلو ديال الزنجلان. غادي نحتاجو الملحه، وغنحتاجو السكر كلاصي، وغنحتاجو القرفه واللوز. وهنا عندي النافع، بالنسبه للنافع عندي هنا 4 المعالق كبار ديال النافع، كيكونوا عامرين مزيان. بالنسبه لانا النافع كنشريه جاهز، يعني عندنا تبارك الله كيتاع زبون، الا ما كانش عندنا الجاه هذا بحال هكا مطحون مزيان، يكفي انا نطحنوه في الدار، يعني نقبطوه ونقيوه ونحمروه شي شويه ونطحنوه. هادو هما الاشياء اللي غادي نحتاج. بالنسبه للزنجلان نص كيلو غادي نطحنوه مزيان، ونص كيلو غادي نخليه كيف ما هو. انا كنشارك معكم يعني الطريقه اللي كندير ديال السفوف، وكتجي هائله، وهاد الطريقه يعني جربوها وردوا عليا. كما تلاحظوا معايا انا كنوريكم بان راني طحنته مزيان، يعني فقط ناكد عليكم نصف كيلو اللي غادي نطحنوا، ونصف كيلو غادي نخليه هكاك، يعني ما غاديش نطحنوا ما حتى شي حاجه. انا كنحاول نوريكم جميع الطرق، سورتو الا كنتي اول مره غادي تجربي السفوف، جربي هذه الطريقه كان وردي عليا الخبر باذن الله. بالنسبه للوز نفس الطريقه، غادي ناخذ واحد الكميه ديال اللوز، هنا تقريبا 2 كيسان ديال اللوز غادي نخليهم هكاك، ولوغاز ديال اللوز غادي نهرمشو. كميه راني هرمشتها في هذه الماكينه، يعني راه لاحظتوا معايا طحن شي شويه، وكميه غادي نهرمشو، فقط غادي نهرمشو كما تشوفوا معايا. هانتوما لاحظوا معايا كيبقى طريفات كبارين شي شويه، ممكن نطحنوه مزيان، كتبقى حريه الاختيار ديال كل واحد ديك الساعه. ممكن كذلك نديرو كاوكاو ولا بغينا، مي انا صاغبتو باللوز، واللوز شريته جاهز يعني منقي، الا ما كانش عندنا منقي يكفي انكم ديروا اللوز يعني طري. هنا كنوريكم بعدا هنا الزنجلان الكميه اللي خليتها كيف ما هي. هنا بالنسبه الدقيق ديالي اللي حمرته انا، ما الكسعره صغيره ما كفاتنيش، درتو دونك في هذيك البواطه هي اللي غادي نحرك فيها ان شاء الله، وهي اللي غادي نخلي فيها السفوف ديالي. درت نص كيلو زنجلان كما هو صحيح، ونص كيلو راني طحنته مزيان كما تلاحظوا معايا راه مطحون. بالنسبه للوز بغيت نقول لكم الا ما كانش عندكم منقي كما تشريوه جاهز، يكفي انكم ديروه في ماء يكون طايب غليان، وتخليه واحد المده وغادي تنقيوه. بعد ما غادي تنقيوه ان شاء الله ديروا على ورق النشاف وتخليوه ينشف مزيان، من بعد عاد تقليوه. بالنسبه للوز لاحظوا معايا درت اللوز اللي تيكون مهرمش شويه، وهذا اللي مطحون. هنا غادي نضيف النفع، ممكن نضيفوا حبه حلاوه الا بغينا، انا ما كانش عندي دونك اكتفيت بالنفع، حتى هي كيجي كذلك بنين. انا درت 4 المعالق كبار. بالنسبه للقرفه عندي 4 المعالق كبار حتى هي، هنا فات الساعه غربلتها. بالنسبه للنفع ما غربلتوش لحقاش كيتباع عندنا هنا جاهز وزوين. هنا غادي نضيف سكر كلاصي، هنا سكر كلاصي يعني هاد العلبه فيها 300 غرام، يعني تتبقى الحلاوه على كل واحد اما بين 250 غرام حتى 300 غرام، وممكن نزيدو اكثر يعني على حساب. انا هاد الكميه جاتني كافيه وزوينه، كنغربل السكر كلاصي باش ما يبقاليش داك الحبيبات. هاد كما تلاحظوا معايا الحبيبات كنحاول نحكو مزيان بيدي. بالنسبه للوز انا خليت تقريبا 2 كيسان هكاك صحاحين، ممكن نخليهم ممكن نطحنوهم الا بغينا. مي بهذه الطريقه كيجي زبون، كتاكل كتحس بداك كروكون ديال اللوز، كيجي هائل. بالنسبه للملح غادي نضيف فقط القليل، دائما الحلويات ديالنا كندخلو الملح والكوزه، سمحوا لي ما قلتها لكمش في الاول ولكن حتى الاخير عاد ذكرتها، غادي نضيف واحد جزء من الكوزه، يعني الكوزه كتبقى على حساب الاختيار ديال كل واحد. انا فقط خديت واحد الكميه هنا تسمى جوز الطيب، حكيتها مزيان.
يعني تقريبا كمية بسيطة، يعني كتبقى على حسب الاختيار كل واحد. بالنسبة لي أنا هذه المرحلة جهز كل شيء، وحتى لغدا ليه إن شاء الله عاد كي جيت ندير عاد نخلطه مزيان. بالنسبة لي أنا خلطته بالزيت ديال اللوز اللي قليت فيها، وممكن نخلطه بالزبدة لا بغينا كذلك. غير كان الزبدة لا بغينا نديرو خاص نحيدو داك الكشكوشه ديالها ولا الماء ديالها اللي كتكون باش كينجح معانا. انا خدات معايا 4 الكيسان ديال الزيت، ودائما الكميه كتبقى على كل واحد. انا كنت كنضيف كاس بكاس، ودائما كنخلط مزيان. ضروري خصني معك في الزميطه ديالي باش كتجانس مزيان، باش ما نضيفش كميه ديال الزيت هائله يعني في الاول. يعني كنضيف وكنحرك، ضروري خاصني بحال غادي ندلكها ولا نمعكها مزيان. يعني هذه المرحله كتاخد شويه الوقت. بالنسبه للشكل ديالي النهائي انا قدمتها بهذه الطريقه، وصدقوني انها كتجي بنينه. درتها انا على شكل طبقات، ممكن نقدموها بالشكل العادي. هنا في هذه الاثناء كنقول لكم عواشركم مبروكه، ورمضان مبارك سعيد، لا دخلوا عليكم بالصحه والعافيه. ولا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي، ما تبخليش عليا بالضغط على ابوني او سبسكرايب، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وعلاش لا ما تبارطاجيوش بارطاجيو لا فيديو باش تعم الفائده على الجميع ان شاء الله. وكنقول لكم عواشركم مبروكه. بالنسبه للسوف ديالي هنا كنوريكم كيفاش داير، يعني صدقوني انه كيجي زوين فريمون، كانه كيجي بنين. ولا عجبك الفيديو بطبيعه الحال ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللي لايك ديالكم. وبالنسبه هنا الطريقه تقديم اخر يعني قدمته يعني كفكره كاقتراح فقط. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وكنضرب لكم موعد في فيديو اخر، وكنقول لكم السلام عليكم.